جيد اختصاص الكرات الثابتة، لكن يتركها للبريق قوية. يا رب الهلال يبدأ القمة ولا يريد غيرها، ولا يريد غيرها. محمد البريك يفاجئ الكل، يفاجئ الكل بكرة هدف عن طريق محمد البريك من كرة ثابتة. الله على التسديدة، الله على القوة، الله على الضربة بالملي والمقاس وبقمة الإحساس، ما يوقفها مدافع.